وعدنا والسبيشال كله عندنا. بدأنا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا لمهرجان صيفك عندنا مش في أي حتة تانية. تعالي نعمل مع بعض الكوكوز، وقلنا الكوكوز فرق بينه وبين البسكوت، البسكوت حاجة والكوكوز حاجة تانية خالص. أول حاجة البسكوت بيبقى كريسبي، أما الكوكوز بيبقى طري، تقدري تعملي الأحجام فيه كتير. عملنا إيه؟ تقدروا في الأثناء دي تقدروا تواصلوا معانا من خلال صفحة قناة الحياة على الفيسبوك أو من خلال أي رقم تليفون أرضي على 38-55-0017 من جميع محافظات مصر ومن جميع أنحاء العالم لو زودت مفتاح فتح مصر. عملنا الكوكيز بتاعنا بقطع الشوكولاتة الغامقة مع عين الجمل، وبقطع الشوكولاتة البيضة مع البندق، وعملنا كمان بزبدة البسكوت، وعملنا كمان بزبدة الفول السوداني. احتاري واختاري في الأطعمة زي ما أنت عايزة، اعملي الحجم اللي أنت عايزاه، أهم حاجة اظبطي الفرن على درجة حرارة 180 عشان هتسويها 25 دقيقة. وزي ما أنت شايفة هنبدأ نشكل، أهم حاجة تجيب الصاج بتاعك وتلمعيه مادة دهنية وتمسحيه عشان ما يلزقش فيه. آدي الصاج بتاعي، أروح جاي ملمعاه مادة دهنية كده هو زي ما أنت شايف. وبعد كده عم حسن أعمل إيه؟ أروح جايبة منديل ومنشفاه واحدة واحدة كده، تمام؟ تعالى أما نشكل أول حاجة بإيه بعد ما قعدت نص ساعة بزبدة الفول السوداني. بتاخدي المقاس اللي أنت عايزاه وتقطعيه زي ما أنت شايفة كده، وبتعملي الحجم ده كورة يا جمالك أهو، واروح حاطاه وعامله حساب الفرش. وهو كده الشنك ده بيبقى قطع عشوائي، ما بيبقاش متساوي زي بعض. افرديه كده ورفعي الحجم بتاعك زي ما انت شايف كده قدامك، كل الانواع موجوده. تعمل بقطع الشوكولاته الغامقه مع عين الجمل، قطع الشوكولاته البيضه مع البندق، قطع البسكوت مع البسكوت، زبدة البسكوت أو زبدة الفول السوداني مع السوداني. أهم حاجة تعملي اللي أنت عايزاه، وتروحي جاية مسمغاه وضغط عليه كده أهو فردة زي ما أنت شايف كده أهو، وتخليه مفلق كده. أهم حاجة التفليقة دي خدي بالك أهو، وتروحي زي ما أنت شايف عمل مسافات. عشان إيه حسن المسافات؟ عشان المسافات دي هتخليها لسه في هتفرش معاكي في السوى زي ما أنت شايف كده أهو يا جمالك. وتعملي المسافات زي ما انت شايف كده، كل التفاصيل قدامك اهو. تعمليه كبير تعمليه صغير، اهم حاجه تعملي اللي انت عايزاه لعيالك. جواه ايه ده يا عم حسن؟ فول سوداني، زبده فول سوداني، وفي نفس الوقت قطع السوداني، قطع السوداني. واعملي مسافات قدامك اهو، وعايزاه يبقى شرح كده على اساس تستمتعي باحلى كوكيز بطعم زبده الفول السوداني ومعاه كمان ايه قطع سوداني تدلعي العيال. فرنك على درجة حرارة 180 25 دقيقة يا جمالك، واحدة واحدة كده اهو عشان تعملي اللي انت عايزاه. اهم حاجة بقى في الكوكيز ده بعد ما يطلع ويبرد على الصاج تجمعيه، بعد ما يبرد على الصاج وياخد امتص الحرارة اللي موجودة في الصاج عشان يتماسك، تجمعيه وتحطيه فين يا عم حسن؟ في علبة جيدة الإغلاق عشان ما ياخدش رطوبة. خدي بالك من دي، بعد ما يبرد خالص ويمتص الحراره اللي موجوده في الصاج ويتماسك، طلعيه ورصيه في علبه وقدميه لعيالك في مشروب سخن الصبح او بالليل وهم سهرانين يا جمالك. تعال اهو مسافاتك قدامك اهو من فوق كله يا جمالك. اهم حاجه السمك عشان السوى قدامك اهو، وقطعيه عشوائي يا جمالك. يا استاذه هاله صباح البحر. صباح الخير. صباح البحر يا هانم. ازيك يا شيخ؟ كله بونه يا استاذه هاله. لو سمحت كنت عايز اعرف، كنت انا كان عندي عجوه في الثلاجه ونشفت. عندك ايه يا فندم؟ عجوه. عجوه عايزه تعملي بيها ايه؟ عايزه اعمل بيها قراقيش. حاضر، كعب غزال من عندي قبل العند. بص يا ست، اطليها ازاي؟ حلو قوي. اول حاجه بتجيب العجوه دي وتديها معلقتين زبده وتخدميها كويس قوي. تخدميها كويس، عندك مكنه حط الكف وحط الزبده وبعد كده اخدميها كويس جدا جدا، وبعد كده اعمليها عرق طويل، وبعد كده اعملي العجينه. العجينه بتاع الايه بتاع كعب الغزال سهله جدا، كوبايتين ونص من الدقيق، نص معلقه خميره فوريه، نص معلقه بيكنج باودر، معلقه سكر وذره ملح، وهتدي لها 300 جرام 150 جرام من البيض، وهتدي لها 3 ارباع كوبايه من اللبن. هتعجنيها كويس تبقى مسمغه وتسيبها تستريح. بعد ما تستريح بتفرديها بسمك نص سنتي، بتحطي فيها العرق بتاع العجوه وبتلفيه وتقفلي عليه وتقطعي، وبعدين تقطعي بزاويه، عايزه تديلها سمسم او تسيبيها ساده زي ما انت عايزه، وتسيبيها تخمر شويه وتدخليها الفرن على درجه حراره 180 25 دقيقه. تحت امرك يا هان. تعالى نعمل بالصنف الثاني، احنا عملنا بزبده
الفول السوداني ادي الصاج بتاعه، خطواتك كده كلها قدامك، ادي زبده بطعم زبده البسكوت وقطع البسكوت جواها، تاخديها اهو وبنفس الطريقه اعملي المقاس اللي انت عايزاه قدامك اهو، بص البسكوت جواها اهو، بص البسكوت. صباح الفل يا عم معتز وكل حبايبنا الشرقوه. يا استاذ يا استاذ الاساتذه كلها صباح الفل. عارف الكوز اللي انت بتعمله دلوقتي؟ ايوه. عارف ده بيتباع بكام؟ عارف ورحمه امي. ورغم كده ان هو مش متكلف. مش ده متكلف، ده متكلف. انا حاطط زبده نيوزيلندي وحاطط زبده بسكوت وحاطط زبده فول سوداني. ايوه. وحاطط وقطع شوكولاته وقطع عين جمل وقطع بندق وقطع بسكوت. السعر اللي بره انا عارف والله، ما عايز اقول لك سعره عشان ما تفوجئش. الناس تفاجئ، معلش بس الشباب عارفين. ايوه بس يعني مش اي حد هيجيبه. بكل سهوله تعمله في البيت الست البيت. ما انا عارف. الله ربنا يديك الصحه. امين يا عم معتز. والله ربنا يديك الصحه. امين 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 يا رب العالمين، يقعد في ميزان حسناتي ليا ولعيالي. شكرا يا عم معتز. يا جمالك يا عم زكريا، اعمل الكوكيز زي ما انت عايزاه. ريحه بقى الزبده بتاعت البسكوت يا جمالها، ريحه الزبده بتاع الفول السوداني حركاتها، كل قدامك العجينه مسماغه وزي الفل يا جمالك يا جمالك. كل اعمل المقاس اللي انت عايزاه، هعمل لك مقاس كبير بعد ما ادخل الفرن ده، هعمل لك واحد كبير خالص 150 جرام. يعني اعرفه 150 جرام؟ اه تعرفي 150 جرام غالي قوي زي ما قال الاستاذ معتز. تعال اهو وتغلفيه بالاكياس، كل البسكوت، بص البسكوت قدامك وريحه الزبده بتاعت البسكوت يا تفاصيلها يا حركاتها. بكره في كل الكافيهات هتلاقيها، بس ما تنسوش تدعوا للشيف حسن وتسموها باسم الشيف حسن. يا تفاصيلك. يبقى دي زبده البسكوت. تعال اهو ادخله مع الثاني يستوي. يا تفاصيلك يا ريحة بيتك، زبدة فول سوداني وزبدة بسكوت بتركات وحركات الشيف حسن. تعالى يا دكتور طارق. صباح الفل يا غالي. صباح النور، ازاي حضرتك؟ كله بونو يا دكتور طارق، ربنا يخليك لنا يا فندم. الله يبارك لك، اهلا بالاستاذ. ربنا يكرمك. هو طبعا اعلى مرتبة في اي مهنة هي الاستاذية. طبعا. وحضرتك استاذ الطهي. ربنا يكرمك. ما ينفعش نقول لحضرتك شيف، لا. ربنا يخليك يا فندم. لا لا، فانت هيتقلك على طول كده اهلا بالاستاذ. ربنا يكرمك. اهلا بحضرتك وربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك. الله يبارك لك. نمرة اتنين في البيت عندنا حضرتك، عاوزين حضرتك طلب، بيقولوا لي اقول لحضرتك حلقة تعليمية عن كيفية اعداد البهارات. حاضر. لان حضرتك عملتها قبل كده. حاضر. وكانت حلقة جبارة قوي، خاصة ان البهارات لما بتتعمل وهي طازة فريش يبقى ليها نكهة، نكهة مختلفة خالص. ريحة طبعا. نمرة اتنين، لما بيشتروا البهارات الحصى حضرتك بتبقى بينقوها. ايوه. بتبقى فريش ويقدروا لان البهارات اللي بتتعمل جاهزة في السوق بالشوال على طول. بالشوال على طول. مش شوال على طول، مهما لو بتتباع في اي مكان. بالظبط. وغير كده حضرتك ان البهارات، انت حضرتك بقى بتقول لهم دي بهارات سمك، دي بهارات لحمه، دي بهارات فراخ، يبقوا فاهمين لما يجي يحطوا بهار لحمه عارفين ايه على ايه على ايه. ولازم تحتفظ بيه في الفريزر بعد ما تضربه في الكبه طبعا. وتحمصه عشان بقى عشان الفليفر، عشان الفليفر والريحه والطعم ما يطلعش منه. فانا بشكرك جدا ودايما اقول لك الاستاذ عشان تبقى عارف يعني. طب انت الاستاذ يا دكتور طارق، ده انت الاستاذ يا دكتور طارق. ربنا يكرمك. انت استاذ الطه طبعا. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا دكتور. الحمد لله، ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب ويبارك لك. صباح الفل. صباح الفل. يبقى ده الوايت شوكولات بالبندق، وهنا ده الدارك شوكولات بعين الجمل. احتاري واختاري في كل الاطعمه اهو قدامك اهو. وهعمل لك بقى في صاج تاني بعد ما اخلص دول. اديني وقت يا عم هشام، يا عم ياسر، عشان معلش وعشان ايه اعمل ايه؟ اعمل واحده كبيره عشان نشوفها ده. تعالى كده اهو مع بعض، اعمل واحده كبيره عشان ايه؟ ادلع عيالي بفلوس ابوهم. دلعي عيالك. عندك شوكولاته حبوب حطيها، عندك شوكولاته مطبخ حطيها، ما تسيبيش حاجه لاولادك الا ما نفسهم فيها الا ما تعملها لهم. زي ما انت شايف التفاصيل والحركات والتكات.
تعملي بشوكولاته غامقه بقطع العين الجمل، تعملي بشوكولاته بيضه بالبندق، تعملي شوكولاته زبده فول سوداني بسوداني، تعملي بزبده البسكوت مع قطع البسكوت، يا جماله يا حركاته يا تكاته، كل التفاصيل قدامك اهو. تعالى بعد كده اهو ندخل ده الفرن الاول هنا اهو، وبعد كده نشوف استاذ احمد نقول له مساء الفل يا عم احمد. الفل كيف؟ نهارك قشطه يا عم احمد. الو صباح الفل يا عم احمد. الو ايوه يا عم احمد سامعك. ايوه تحت امرك يا احمد. يا احمد عندك مشكله؟ عندك من عندك يا احمد. تعالى نعمل واحده كبيره ونشوف التفاصيل ونشوف الحركات. باخد 150 جرام والفها كده من دي يا عم حسن قدامك اهي، بص من الدارك الشوكولات شانك اهي، بص قد ايه، واحطها كده اهو وبايديا كده اهو، بص التفاصيل، امشي كده اهو، امشي كده عشان تعملي واحدة كبيرة. مين يا فندم؟ يا عم ابراهيم وحبايبنا في الشرقية وكل بلبيس. يا صباح الجمال يا ريس. صباح الفل يا حاج ابراهيم وحبايبنا بلبيس كلهم الشرقية. ازيك يا شيف حسن؟ صباح الفل يا حاج ابراهيم. ازاي صحتك؟ كله بونو يا حاج ابراهيم بنفس حضرتك. ايه الجمال والحلاوة دي؟ حركاتك يا تكاتك. يا جمالك يا حاج ابراهيم. تحت امرك يا حاج ابراهيم. انت منورنا والله يا عمي. ربنا يجعلني ضيف خفيف على البيوت المصريه والعربيه يا رب. طول عمرك ضيف خفيف وراجل محترم. ربنا يخليك يا حاج ابراهيم يا غالي. والنبي ابن بنت ادم عاوز يكلمك. ادهوني ربنا يخليه لك يا ادم. ازيك يا ادم؟ ازيك يا عم؟ ازيك يا شيف حسن؟ صباح الفل يا ادم، زي الفل وكله بونو يا حبيبي. كويس يا شيف حسن. ربنا يخليك ليا يا ادم. الحمد لله. زي سلمني على كل حبايبك وبابا وماما. تحت امرك. سلام يا حاج ابراهيم وكل عيلتك وادم وكل حبايبك. تعال بص التفاصيل، بص البيكربونات صوديوم بتعمل ايه في، بص هو ده البيكربونات صوديوم والتكنيك بيعمل ايه. قدامك التفاصيل اهو يا حركاتك. واشوف هنا، تعالى كده شوف الفرن اللي هنا وادخل الكبير ده وانت معايا اهو. بص الكبير اهو. استاذه دوله صباح الفل كل حبايبنا في اسوان. ازيك يا شيف؟ صباح الفل يا هانم. اخبارك تمام؟ كله بونو والحمد لله. احلى لغه بس بحبها من قلبي والله. عايزه ابعت تهنئه لصاحبتي هدى، كانت خطوبتها امبارح، بقول لها الف مبروك يا هدى. يا هدى طبعا احلى تحيه جالك من اختك وحبيبتك. وفوزيه كمان. وفوزيه كمان احلى تحيه منها، من ليكوا انتوا يا هدى وفوزيه، من اختكم بتقول لكم دايما منورني ودايما الف الف مبروك الخطوبه وربنا يتمم على خير وربنا يخليكم لبعض. بص اهو اعمل واعمل الحجم اللي انت عايزه وافرد. بص البسكوته بتاعت الكوكس عامله ازاي؟ دي يا عم حسن ايه؟ دي بايه؟ بالبسكوت اللي هي زبده البسكوت. شوف الريحه، قطع البسكوت جواها، متعي عيالك، ظبطي الدنيا، كل التفاصيل قدامك اهو. اعملي 100 جرام 150 جرام زي ما انت عايزه، كل التفاصيل قدامك يا جمالك. اما بزبده الفول السوداني اهي قدامك التفاصيل اهو بنفس الطريقه اهو. ده غير ده فول سوداني، دي بسكوت بقد كده سعرها غالي بس دلعي عيالك يا جمالك. كل المقاس الحجم يبقى واحد ليه حسن عشان التسويه. يا جماله ابص على حراره هنا لسه شويه. اهم حاجه بقى انا مستمتع، انا مستمتع ليه؟ زي ما انت شايف ريحه الفول السوداني، ريحة البسكوت، زبدة البسكوت موضوع تاني خالص. صدقيني خلي بيتك ريحته جميلة زي دي. أنا بفتح الفرن أنا سعيد جدا، أنا بلف الكوكس بتعمل زبدة الفول السوداني أو البسكوت أنا سعيد جدا، الريحة جميلة وبيتك جميل عشان تستمتعي بكل ده. عملت لك الكوكس وقلنا الكوكس الفرق بينه وبين البسكوت، عملت لك بالشوكولاتة الغامقة مع قطع عين الجمل، عملت لك بالشوكولاتة البيضة مع قطع البندق المحمص،
عملت لك بزبده البسكوت مع قطع البسكوت، وعملت لك بزبده الفول السوداني مع قطع السوداني، لكن التريكات والحركات لا نسها. انتظروني.